مرحبا، راح نبدأ تسريحة جديدة باستخدام جهاز لابيل ميني. البوكس عبارة عن ثلاث أجهزة: مجفف وستريتنر وفير. وراح نبدأ رتب الشعر بالليس. شايفين كيف الشعر منفوش ومرتب؟ بس لمسة واحدة راح يعطينا النتيجة اللي احنا نبغاها. راح نعيد على الروتس من هنا عشان يكون شكلها مرتب وما تنفش معانا مع الوقت. ناخذ الخصل بهالسمك وبعدين نرفعها على فوق زاوية 90 ونبدأ نعيدها 3 أو 4 مرات وبعدين ننزل على تحت. وهنا نفس الحكاية، نفس الكلام يتكرر. وبهذا الجهاز الصغير راح نعمل لفة بسيطة ويفي. شايفين كيف معانا، كيف لفت؟ أنا هدفي بس أبغى ألف الغرة، ما أبغى ألفها لفة كاملة. اللي تحت أبغى يكون ليس. وبكذا نكون خلصنا لوكنا لليوم مع لابيل. انتظرونا إن شاء الله بفيديوهات ولوكات ثانية.